بسم الله الرحمن الرحيم ويستعين هنبدأ النهاردة مع بعض تعليم فيديو بالصوت والصورة لبرنامج اوتوديسك ريفيت ستراكشر 2010 اعداد مهندس ايمن محمد انديل. طبعا برنامج ريفيت ده من اقوى برامج السيموليشن او برامج البيلدينج انفورميشن او البي اي ام، تعتمد على نظام المحاكاة او السيموليشن. في البداية عايزين نتعرف على نبذة عن البرنامج. اولا يكون البرنامج بعمل محاكاه او سيميليشن زي ما اتفقنا عن طريق خاصيه البي اي ام او بيلدينج انفورميشن موديل. ثانيا يمكن عمل استيراد لرسومات الاوتوكاد او امبورت لرسومات الاوتوكاد سواء كان اوتوكاد عادي او اركيتكتور. وبعد كده يمكننا من توصيف الاحمال وعمل حالات التحميل وكمان عمل نماذج للتحليل اناليسيس. رابعا يمكننا من اخراج لوحه شوب دروينج كاملة للمشروع. خامسا وكامل عمل توصيل دقيقة للمشروع. لو جينا نستعرض الكلام ده في صورة نقط، هنقول اولا import architectural floor plan زي 2D DWG او 3D لريفيت structure. الكلام ده كله هنتعرض ليه في حلقات الجاية. ثانيا add basic structure element زي beams و trusses و slab. اول حاجة هنعملها هنستورد رسومات الاوتوكاد او رسومات الريفيت. ثانيا هنضيف عليها عناصر بيزك أساسية زي كاميرات الترصات. ثالثا هنضيف عليها Add More Detailed Modeling عناصر أكثر تفصيلا زي Area and Bus Reinforcement مسار التسليح. بعد كده رابعا Analysis the Structure نعمل Analysis the Analytical Model. وبعد كده خامسا Create Schedules Video Views Sheets اللي هي إيه Document the Project أو مستندات المشروع. سادسا create details view and annotation and tags جميل. هنخش دلوقتي على بعض المشاريع اللي تم تنفيذها باستخدام البرنامج وبعض اللوح التفصيلية اللي احنا ممكن نحصل عليها من خلال البرنامج. وزي ما شايفين قدامنا ده عبارة عن منشأ مكون من أعمدة ستيل تحيط بالمنشأ من الخارج، ومن الداخل عبارة عن منشأ خرساني. لذلك البرنامج جمع بين خاصية البي اي ام اللي هي Building Information Modeling اللي هي خاصية المحاكاة اللي زي ما احنا شايفين طبعا تقسيم عالي جدا، وبسهولة اقدر احصل على الثلاث مساقط بتوعي واحصل على Small Details من الرسم. زي ما احنا شايفين تاني مشروع عندنا هو ايفل تاور او برج ايفل موجود في باريس. بعد كده المشروع اللي عندنا هنا عبارة عن مصنع مكون من فريمات كاميرات ستيل مربط بينها بترصات صغيرة. والمشروع الاخير عبارة عن فندق. الفندق ده مكون من عدة طوابق مبنية من الخرسانة والواجهة عليها فريمات بسيطة من الستيل. بقى كم منشأ آخر من الستيل والمين سيستم بتاعه عبارة عن ترصات. ده منشأ آخر، ده برضو منشأ آخر زي ما احنا شايفين. كمان هو موصف البايلز أو الأساسات، ده كمان منشأ آخر. هناخد نبذة عن صاحب العمل. الاسم أيمن محمد محمود أنديل، السن 23 عام، المؤهل بكالوريوس هندسة مدني جامعة المنصورة مصر، مشروع تصميم منشآت الخرسانية، تقدير جيد جدا سنة تخرج 2008، دراسات العليا ماجستير هندسة إنشائية جامعة المنصورة مصر، مجال التخصص المنشآت الخرسانية، البرامج خبرة كافية في التعامل مع استاد ساب سيف الإيتابس روبوت تكلا واللاند وأخيرا ريفيت. الرسمة دي بتوضح لنا كل البرامج اللي احنا ممكن نحتاج لها الخاصة بشركة اوتوديسك وشركة اوتوكاد. زي ما احنا شايفين شركة اوتوديسك اشترت او تعاقدت مع معظم الشركات المنتجة البرامج. فشركة اوتوديسك اشترت طبعا برنامج روبوت اللي احنا اشتغلنا عليه ونزلنا له تعليم اللي هو اوتوديسك روبوت، وده انتهينا منه.
وبرنامج ريفيت اللي هو اوتوديسك ريفيت. فمن رسم التوضيح اللي احنا شايفينه قدامنا ده، احنا بندخل المنشأ عن طريق استراكشر موديلنج ببرنامج اوتوديسك ريفيت، وبيطلع اربع مسارات: مسار تحليلي، ومسار استراكشر انجينيرنج ودرافترز، ومسار اوتوكاد استراكشر ديتيلينج البرنامج بتاع رسومات تفصيليه، والبرنامج بتاع الكوردينيشن. يبقى اللي احنا محتاجينه من الرسمه دي ان احنا نتعرف على ريفيت، ومنها ندخل على الروبوت ونعمل تحليل انشائي، ومنها ندخل على الاوتوكاد استراكشر ديتيلينج ونعمل له تفاصيل انشائيه. لو استعرضنا بلان اوف ليسونز او خطه الدروس، اولا نتعرض انترودكشن، ثانيا ستارتنج بروجكت نتعلم ازاي نبدا المشروع، ثالثا موديلنج ا بروجكت نمذجه المشروع، رابعا اناليزنج ا بروجكت نعمل تحليل، خامسا كومبليتنج ا بروجكت انهاء المشروع، سادسا رينفورسمنت موديلنج تمثيل سياخ التسليح، وبعد كده فيوز وشيت. رقم 8 النونشن ودايمنشن الابعاد، 9 التاجنج اوبجكت، 10 سكوديول، و11 ديتيلينج، 12 ريفيت ستراكشر فاميليز. بكده يبقى احنا انهينا المقدمة، ونلتقي مع الحلقات الجاية ان شاء الله.